هيحصل باسعار مناسبه، ولكن لسه الثقافه ما اتعدلتش، لسه في ناس كتيره مش جاهزين ان هم يتحملوا الريسك، يتحملوا زي ما كان بيحصل زمان. تبني بيت بيقول او راح الصحراء، تحمل الريسك، راح الصحراء وكان فيها ريسك اكيد، وراح وكتير راحوا كده، راحوا ابعد من كده وراحوا، كان في ريسك وتحمل الريسك في الامان، وكل بيشتغل في حته صغيره وهي دي يعني لو ما كسبتش النهارده هتكسب بكره، لان في الصعيد احنا مش عارفين الوضع عامل ازاي. لكن احنا متابعين 98 متابعين 98 عندنا مدن النهارده حكوا مدن جديده، كنت لسه في اسوان الجديده، بروح اسوان الجديده دايما، حضرتك لو شفت موقع اسوان الجديده موقع فريد يعني موقع مكلم الناحيه الثانيه من اسوان محافظه اسوان على النيل، فاحسن حته في النيل على الارتفاع في النهارده تبدا حوالي 20 متر، منظر خلاب هناك لو شفت المنظر هناك، حاولنا كتير ناس تخش معانا، يمكن من اربع سنين كان كل في اسوان الجديده بالظبط مبنى الجهاز حوالي يمكن 14 20 عماره اسكان قومي واسكان اجتماعي، ويا دوبك كان في احد المستثمرين ابتدى يعمل مبنى امامي وجدامي، دي كلها في اسوان الجديده. النهارده اسوان الجديده احنا قربنا من 7000 او 8000 وحده سكنيه، في جامعه شغاله، جامعه اسوان شغاله فيها 7000 طالب النهارده موجودين، في كل الخدمات الموجوده هناك، في مواد تجاريه النهارده بنعمل كورنيش في اسوان الجديده، احد الشركات اخذت فندق واخذ، فكل ده احنا منفتحين. لكن زي ما بقول دايما كل حاجه ليها ثمنها، خلاص في منطقه اتنمت اتصرف عليها فلوس كتيره وبقى ليها قيمه، ما ينفعش حد يجي النهارده يقول لي في هذه المناطق اتغنى بسعر غالي او سعر، هو ده ثمن، هو ده ثمن ثمن ثمنها، ما اقدرش ننزل فيه او اي حاجه، لان احنا في نفس الوقت احنا يعني كان برضو الفتره الطويله كله بيشتغل على فئه معينه اللي انا مسميها الاي بلس، ولا حاجه الشريحه اللي في النص اللي تحت خالص، يعني ما هي الدوله اللي في النص ما فيش حد يشتغل معاها خالص، طول اللي تحت خالص كانت الدوله بتحاول تقوم بعض المشروعات وعملت كذا مشروع بتتكلم اللي هي الحاجات دي كلها. الحمد لله لقينا في شريحه كبيره الناس مش قادره اللي فوق مش عايزين ينزلوا اللي تحت ولا حتى عايزين يتعاملوا معاهم، واللي تحت واللي في النص دول مش عارفين يعملوا، احنا كوزاره لما عملنا دراساتنا لقينا اللي تحت طبعا مش قادر يطلع في اللي فوق، طبعا الشريحه دي كلها فبتضغط على الشريحه اللي تحت، فابتدى المشروعات القديمه بيحصل فيها بعض يعني تجاوزات او ناس مش مستحقه بناخدها، وفي الاخر ده دعم وتكلفه على الدوله، في حد مش مستحق بياخدها ومش بيسكن فيها بياخدها بس يتصرف فيها عشان يروح حاجه ثانيه. وده كان بدايه ان احنا اول حاجه عملناها حطينا قانون الاسكان الاجتماعي عشان يبقى في تجريم لاي حد ياخد حاجه مش حقه. ابتدينا نبص على الشريحه في الاسكان المتوسط لما دخلنا في المشروع ده مصر وجينا دلوقتي، لان دي كانت شريحه كبيره ما حدش باصص لها، وفي عدد. وخلي بال حضرتك برضه يعني مع احترامي اللي انا بقولها يعني مع احترامي كل الكلام اللي بيتكلم على ركود وبيتكلم على ساعات بيقولوا في القاعه ومش عارف ايه الكلام ده برضه، اعتقد حاجه اكتر من الدواء يعني. ما اعتقدش ان في لو بنتكلم كوزاره اسكان احنا المستهدفين زي ما حضراتكم عارفين كان في مخطط استراتيجي سنه 50-52 بيتكلم على ان احنا نرفع النسبه البنائيه او مساحه المعمور في مصر من 6% ل 12%. 6% ل 12% دي مش هتحصل بالمعدلات السابقه اللي كانت بتحصل عشان نوصل لهذه الارقام. توصل لكده. زائد النهارده ان احنا بهذا المخطط كان حاطط بعض المدن الجديده، يعني كل القرارات اللي بتطلع المدن الجديده دي حتى لو رجعتوا لعند المخطط الاستراتيجي للتنميه العمرانيه هلاقي المدن اللي بتطلع بيها قرارات من سياده الرئيس مدن كانت موجوده على الواقع موجوده في المخطط، مش مدن يعني قرارات بتطلع بشكل يعني بشكل او اخر. فبالتالي اللي احنا شغالين عليه هو ده احنا شغالين عليه، هي دي الرؤيه بتاعتنا ان احنا نوصل بهذا المعمول الى 12%. طبعا برضو ولازم حضرتكم عارفين ان احنا عمرنا ما هنوصل لهذا المعمول غير القطاع الخاص. تعالى ليه اول كلام كده قال انتوا عايزين قطاع خاص عشان القطاع الخاص. استحاله نوصل لهذه مهما الحكومه هتعمل انها توصل غير القطاع الخاص. اعتقد ان النهارده كوزاره منتهجين سياسه مختلفه قوي عن زمان، احنا النهارده كل الخطوات اللي بتعمل فيما يخص قطاع التطوير العقاري كله بيتم مع المستثمرين. مش اي قرار بيطلع اي حاجه بتطلع الا مع المستثمرين، يمكن يعني كثير من حضراتكم بيحضروا كل الاجتماعات اللي بتحصل في الحاجات دي كلها. وبالتالي الرؤيه عندنا واضحه مش هجيب حضرتكم يعني نغير، لكن للاسف المفاهيم لسه زي ما هي. يعني النهارده احنا بنتكلم ما زال اغلبيه المطورين عشان بس ما اقولش يعني يمكن الغالبيه العظمى بتبص بس على المناطق اللي تم تنميتها اللي هي فيها النجاح. يعني بنتكلم اقل حاجه تعالى معانا اسيوط دلوقتي خليك في القاهره الجديده. القاهره الجديده اي حد هيشتغل في القاهره الجديده خلاص اتنمت وبقت معروفه طبعا هيشتغل مش عايز يتحمل ريسك. الصعيد كله احنا مفتوح النهارده يعني مناطق الصعيد كلها واخدين قرارات في حياتهم معايا الابحاث كلها عارفين انها بتدي الارض لتكلفه المرافق. يعني بجد ليها طلبات بتخش مجلس اداره، مجلس اداره بيدي على طول بياخد تكلفه في كل مدن الصعيد بصرف الخدمات من ناحيه محليه خدمات. كم طلب تقدم لنا؟ عدد بسيطه جدا، يمكن عندنا النهارده 2
اثنين مطورين تخصص لهم ارض واحده في اسيوط الجديده وحتى في اسوان الجديده فقط لا غير. كل الطلبات من يا فندم؟ يعني ثلاث قطع اراضي في الاخر بيساعد 50 فدان، فبنتكلم يعني لو قلنا ثلاث قطع اراضي 150 فدان. 150 فدان ده يعني حقوا على فكره من يعني ستنا موجودين ان ده ما عندوش تنميه. لكن وتلاقي الناحيه الثانيه تلاقي الناس كلها جايه انا عايز 50 فدان في القاهره الجديده، 1000 فدان في 6 اكتوبر، فالحاجات دي كلها.